الختام رح يكون من أشياء كتير بسيطة زينب، ممكن ما بتخطر لنا أنه نحن بنقدر نستفيد منها، ويمكن بطريقة أحلى من الطريقة اللي كانت موجودة فيها، بفكرة جديدة وأدوات بسيطة. أكيد رح نقدر نطلع منتج كتير حلو يمكن يناسب ذوقنا بالألوان وبطريقة الاستخدام وطريقة العرض. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع روعة يوسف، مدربة حرف يدوية وإعادة تدوير بالأمانة السورية للتنمية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني روعة، مصطلح إعادة التدوير صرنا عم نسمعه بكثرة خاصة بالظروف الحالية، لحتى يصبح مهنة، يعني تحول من إعادة تدوير لمهنة عم تعتاش منها أو عم تبدع فيها ست البيت حتى ببيتها، مو بس لتعمل مشروعها الخاص. فخلينا نحكي أول شيء عن حضرتك، كيف بلشتي بإعادة التدوير وهل هو أصبح مهنة فعلا؟ هلا فعليا إيه، أصبح مهنة. الاحتياج هو خلى الشيء هذا يصير. إذا بتلاحظي كمية التوالف والنفايات الموجودة بكل بيت كتير كبيرة عم تكون. هذا الشيء نقدر نحن بنقدر إنه نساوي شيء تاني، نقدر نعمله شيء. في ناس استفادوا من هالموضوع هذا وحولوه لمهنة. ست البيت أساسي تعرف هالشغلات هذا، وهي بطبيعة الحال ست البيت مدبرة عنا. صحيح. في كتير شغلات، إذا بتلاحظي نحن بنرمي البلاستيك، بنرمي أكياس النايلون، القهوة، شربتي قهوة بترمي البقايا القهوة، عم تستعملي كابل، ما في شيء بينكب؟ ما في شيء بينكب عنا أبدا. خلينا نبلش نحكي شوي عن المواد الموجودة معنا. هلا أعطيكي فكرة عن مواد بسيطة، مثلا أنا عملت تابلو. تمام. هي شو؟ عبارة عن بقايا خرز، عن بقايا قطع خشب موجودة عند النجار، عم يرميها، هي فعليا ما إلها شغل، اكسسوارات صغيرة كلياتها هي للرمي. تمام. فأنا رجعت جمعتها وعملت منها تابلو صغيرة. طيب يعني هي القطعة أول شيء بدها خيال كتير حلو، بدها نوع من الفن، يمكن شخص عادي ما نو قادر إنه يعمل، يتخيل يمكن بتفكيره إنه ممكن هي القطع ينتج عنا هيك قطعة جديدة بهذا الفن اللي فيها. فأنت قد بتحسي أن يمكن ذوقك هو عم يلعب دور كتير كبير بهي القطعة؟ هلا الاطلاع كتير عم يساعد، وهلا الإعلام عم يساعد القصص، أنت عم كل الناس عم تفوت على مواقع الإنترنت، كل الناس عم تدور على طريقة حتى تعبي وقتها بشيء مفيد وتتعلم شيء مفيد. يوتيوب قد ايه بيعلمك خطوه بخطوه اوقات؟ تقريبا 50% بيعلمني، والباقي تجريب وشغل من عندك. والباقي تجريب وذوق. يمكن انت كيف بتلاقي انه هي القطعه لازم تعملي فيها، بتولد الفكره، ما هيك؟ اكيد. ولما انت بتكوني بتحبي الموضوع فبتحببي الناس فيه. هلا طالباتي كثير فبلشوا، ما عاد حدا رمى شيء، كياس البلاستيك خليها، الاسلاك نحاس خليها حتى لو كانت قطعتها صغيره، كلياته عم يستفيدوا منه. كله له دوره. فعليا في ناس بلشوا يطلعوا شيء، يعني مثلا هون عندك انت مثلا كيس لانيه الكولا. يعني ما حدا بتصور انه ممكن انا استفيد منه وقصها بطريقه معينه حتى قطعت السرو اللي موجوده بالطريق. قد بتاكل منك وقت هيك قطعة؟ هي بتاكل، هي ما بتاكل أكثر من الساعة. حلو. يعني هي أكثر شيء أنت، أنا ملاحظة هلا في ناس بتعمل إعادة تدوير للإكسسوارات، لأدوات المطبخ، كل شيء، للقماش. اليوم أنت تابلوهات يمكن اللي جايبتي لنا إياها، حابة هذا المجال، الشيء الجمالي اللي بيزين البيت. هلا هي إعادة تدوير مو بس شيء جمالي، هلا فعليا شيء حتى للاستخدام. ست البيت بتعمل إعادة تدوير للأكل. صحيح. القفل البيت ممكن تعمل فيها شغلة تانية، تضيفها، تكسرها، تعمل شيء تاني. احتياج ست البيت، مثلا عندي أكياس النايلون، أنا ممكن أعمل منها سجادة كاملة. الكيس الصغير لا يستعمل عنا نحن، ممكن الكيس الكبير شوي، ما عاد حدا يكب أكياس، ما عاد حدا يكب شيء. كلياته عنا. القهوة، أنا مثلا ممكن شوية قهوة مع شوية نحاس أعمل منه أكسسوار كتير حلو. القهوة والنحاس. أنا أول مرة بسمع فيها. في شغلات بثبت اللون يعني. لا بيثبت المادة، بيعمل بيصلبها. طيب خلينا نحكي شوي عن هي التفاصيل، انه شو هي يمكن الافكار البسيطة اللي كتير مثلا من السيدات ما عندهم فكرة او اطلاع عنها، مثل ممكن بقايا القهوة. انا من الناس اللي ما بعرف انه ممكن الاستفادة منها بالهاند ميد او بهي الاعمال اليدوية. هلا اغلب الصبايا بيعرفوا بقايا القهوة ماسكات. تمام. لا نحن بناخذها بنوع مهم كمان اعادة تدوير الماسكات. تمام. هلا لا انا باخذها من منحة تاني، باخذها شيء هي مادة صلبة، ممكن انا صلبها بزيادة واستفيد منها. هي مادة بتعطي لون، ممكن استعملها بإضفاء لون على ماشي، على لوحة أنا عم أشتغلها. بإضافة طبعا بإضافة مادة تانية، عندك مثلا الانشارة الخشب،
ما حدا بيستعملها، كلها برميها شرطة. شو فائدتها؟ انا برجع بضيف لها مثلا مادة الغراب، حتى بقوالب برجع بعملها انا قطع ممكن استفيد منها، اعمل قطعة خشب صينية، عندي خشب منزوع بالبيت، عندي مضروب شيء، فانا بقدر رمم الشيء اللي منزوع عندي. الفلين اللي انا بحط فيه الخضرة، بشوية بنزين عملت مادة مادة لاصقة، استغنيت عن اللواصق اللي بيجيبوها، ما شغلات مثل الشعلة بيصير، مثل الشعلة واصلا من الشعلة. هيك قصص بحاول يعني قدر الامكان. البلاستيك، الورق بتعرفي انه انتاج طن من الورق بيستهلك كمية كبيرة من الاشجار، كمية كبيرة من الوقود طبعا. الانبعاثات الغازات كثير بتأثر على البيئة، غير الجهد الموجود. فانا الورق اللي عندي فيه له استعمالات كثير كبيرة، ممكن ترجعي تعملي ورق مرة ثانية، ممكن تعملي عجينة ورق، تعملي فيها مجسمات. انا بالبيت وفي حدا من الناس مثلا من طالباتي عمله للحيطان مثل الجريبي، رمى في المحلات اللي موجودة فيها، في ناس بلشت فعلا تعمل منها قطع واكسسوارات. شايفين هلا هذا ما حدا بيعرف، ما حدا بيحذر انه ورق، هذا ورق هي عبارة عن مراية بسيطة استعملتها بالاكسسواراتي، بس انا رجعت ضفت لها شيء. طب انه اصعب يمكن نوع من انواع اعادة التدوير وبياخذ كثير وقت وجهد؟ ما في شيء صعب، اذا انت بتحبي الشغله وجاي على بالك تعملي شيء كله بتلاقيه سهل. بس في شيء بياخذ وقت اكثر وجهد. من شيء تمام. وفي شيء احيانا انت الشغلات الاضافيه اللي بنضيفها نحن للماده اللي عم نعيد تدويرها هي بتاخذ وقت شوي. مثلا انا البلاستيك بدك مقص خصوصي لتعطي شيء معين، بدك شويه صبر، بس لما انت بتشوفي المنتج اللي عم يطلع حتكوني كثير مبسوطه. البنات عم بيحبوا يتعلموا هي القصص، اعاده التدوير. هلا نحن عندنا مثلا بالامانه نحن بنعلم حرف معينه، ده مع هالحرف عم يلاحظوا انه وقت عم يتعلموا شيء ماده جديده عم ينبسطوا، فواحده عم تعلم وحده، فما عاد حدا رمى شيء، كلياته صار عم يخبي انه لا ترموا الاكياس مثلا، صاروا يجمعوهم بطريقه الكروشيه. اغلب ستات البيوت عندنا بتشتغل كروشيه، فلا جمعوهم، اعملي منه سله. درة فرضا انت جبتي للبيت درة وسلقتي الورق، درة انا ما برمي، كمان ممكن الاستفاده، بعمله سلل قش، بعمله شنطاي قش كثير حلوه. وفعلا برا بالغرب بتنباع كثير، بيهتموا اكثر من عنا نحن بثقافه اعاده التدوير. فنحن عم نحاول شوي. هي الصناعه اليدويه بضل فيها يمكن كم كبير من المحبه بتلاقي. صح. والروح مثل ما شفنا كثير معارض على ارض الواقع، بنشوف فيها مواد بسيطه بس عن جد هي تحف بالمقابل عم تطلع بطريقه كثير حلوه بحب. تمام. فبتحسي انه فيها من روحك انت موجود بهالقطعه، مشان هيك بتطلع اجمل. هلا بجوز اذا اشتريتي شيء تطلع قطعه احلى، بس انت لما شغله بايدك وحاببتيها حتلاقيها احلى واجمل. بس روعه اليوم لكل شغله يمكن بيقولوا هي خطوه اولى، شو اللي خلاكي تفوتي بهذا المجال كفكره اولى؟ اول مره اشتغلتي فيها قطعه، ليش اشتغلتيها وكيف؟ شو كانت الفكره؟ لما بتفكري انت بالبيئه، بتطلعي حواليك في كثير عم يرمى بلاستيك، كثير عم يرمى ورق، كثير عم يصير استهلاك للموارد، هذا حرام مشان اولادنا لقدام. مع الوقت عم تفهز الموارد وعم يصير في تلوث وهالقصص، فلا نحن فينا نخفف هالقصه، فينا نساوي شيء منيح نفيد فيه البيئه، نفيد فيه الطبيعه، نفيد فيه انفسنا. فهذا المنطلق اللي خلاكي وقت انت بتفكري باحساس التزام تجاه المجتمع، تجاه البيئه، اللي حينرد عليك انت بشكل غير مباشر، حتبلشي تشتغلي على هالمواد. وفي ناس من منطلق اقتصادي، في ناس من منطلق عمل، في ناس كل حدا له ظرف معين لاعاده التدوير هو حلاوته بيجمع كثير من الشرائح، لكن اهم هدف هو انتاج قطعه بحب وبتعب وبجهد. لما بتحبي القطعه وبتشتغليها صح بتكملي صح. يعني انا اشتغلت على ماده حبيتها حطيت فيها من روحي، شاف الشخص الثاني مثلا انه هي قطعه، وفي ناس انه قطعه مشغوله بحب، في ناس بتقدر قيمتها. صحيح. شافت هذا طلب وهذا طلب، فبتصير مهنه بتشجع. وفعلا في مهنه صارت، يعني في ناس مثلا هون عندك هي الطباعه، انا عندي صوره كثير حبيتها ما بدي ارميها، هي ورقه صوره على ورق. فانا علمتهم مثلا انه كيف انا هي الصوره اطبعها بطريقه كثير بسيطه، انقلها على خشب، حط لها شويه اكسسوار، صار عندي شيء كثير حلو. هديه فرضا، انا ما بدي اشتري هديه، انا من اخذتها من الناحيه الاقتصاديه، انا ما بدي اوفر على حالي شوي،
فممكن اشتغل شغله بايدي. حلو. وانا بالنسبه لي الهديه اللي بتشتغل بالايد احلى من الهديه اللي بتنشرى. اكيد روعه، كثير حلو هذا الكلام زينب. نحن كثير بحاجه يمكن لهذا الحب الصادق، انه حدا يهديكي هديه يمكن تعبان فيها، حاطط فيها شيء من قلبه، مو انه شفتها يلا خلص انا جبت ومشيت. صح. هي على مثابه الهديه، هذا دليل اهتمام فيك. اكيد دليل اهتمام كثير كبير. بالمقابل كثير من السيدات بيرفضوا يمكن عنوان الحاجه اللي عم بتكون، فهني عم ياخذوها كمان من ناحيه اقتصاديه ويساندوا الرجل بهذا العمل، ويمكن اوقات حتى عم يتفوقوا عليه وعم يتروج لهذا الشغل وينتشر. صح. بشكل كبير. صح. روعة، عندي لك شكرا كثير، عزبناكي واكيد جبتي القطع وانبسطنا فيك كثير، بتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا لك. انا بدي اتشكرك كمان كثير، بتمنى التوفيق لكل العالم، وعن جد دائما بنتمنى انه يكون عندنا بسوريا معمل كبير لإعادة التدوير. إن شاء الله يصير ويبصر النور قريبا، يعني حتى فعلا نستفيد من كل القطع، ومثل ما قلتي صديق البيئة، وأيضا ممكن نشغل كثير من الإيد العاملة بتحب هذا المجال. شكرا لك. شكرا كثير لك. شكرا كثير.